حرب جديدة تندلع مع الإرهاب في المحافظة الجنوبية، معها يخسر تنظيم القاعدة المكاسب التي حققها في وقت سابق، لكن هذه المرة على أيدي التحالف العربي، من يحاول تحجيم القوة المتنامية لهذه العناصر التي قد يتعدى خطرها شواطئ بحر العرب ليصل إلى مضيق باب المندب ودول الخليج المجاورة. ولأن الأمر كذلك، فقد بدأت قوات التحالف منذ عدة أسابيع بقصف معسكرات يسيطر عليها التنظيم في حضرموت، ويساند قوات الجيش الوطني في عملياته ضد عناصر التنظيم الخطرة في محافظات عدن ولحج وأبين. فالواضح أن الرد على انتشار القاعدة في المناطق الجنوبية لم يتأخر كثيراً بعد أن حاول التنظيم التوسع مستغلاً حالة النزاع الدائري في البلاد، ليتلقى اليوم ضربات موجعة نتيجة ذلك. فالعمليات التي نفذها الجيش الوطني في لحج لم تنتهي تماماً، ما إن جاء الدور على محافظة أبين بعمليات أكثر تركيزاً هذه المرة، لكن بمشاركة طيران التحالف العربي وتوسع نطاق القوات على الأرض التي تقدمت إلى منطقة الكود، وهي أحد معاقل التنظيم، حيث دارت اشتباكات بغطاء جوي وقصف مركز من مقاتلات الأباتشي التي استهدفت مبنى السجن في المنطقة غربية المحافظة، حيث كانت تستخدمه القاعدة مقراً لها، وسقط على إثره قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الذي ينقل جرحاه إلى مستشفى الرازي في مدينة جعار لتلقي العلاج، كما منع الناس من الوصول إلى المستشفى حسب مصادر في المدينة. المصادر ذاتها أيضاً تحدثت على أن عناصر القاعدة انتشرت بشكل كبير واستحدثت نقاط تفتيش للداخلين إلى هذه المناطق أو الخارجين منها في الوقت الذي وصلت تعزيزات لأعضائها من المكلة، كما ذهبت للانتشار في مناطق الجولة وعمودية، وهي مناطق تربط بين عاصمة محافظة أبين زنجبار ومدينة جعار شمالي المحافظة.